السلام عليكم مرة ثانية. تربية الأبناء لا شك أنها مسؤولية كبيرة لدى الأبوين، مطلوب من الأبوين تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة، وليس فقط تغذيتهم والحرص على صحتهم وملابسهم ودراستهم والأكل والشرب والأمور هذه من متع الحياة. لا لا، وظيفة الأب والأم أعلى وأكبر وأعظم من هذا كله. وظيفتهم من أخطر وظائف أو المهام المطلوبة منهم في العالم كله، بل في الكون كله، لأن صلاح المجتمع ما يعتمد على إجادتهم أو إساءتهم لهذه المهمة أو هذه الوظيفة، ألا وهي القدوة، أنك تأكل ولدك وتشربه وتحميه، ها، والدرسة هذه بعض الأشياء اللي أنا قلتها الحيوانات تشابه فيها. النمور تحمي عيالها، الأسود تطعم عيالها، القطوة تستخدم لسانها في نظافة فم عيالها ولسنتهم وفروهم، زين، الحيوانات تسوي كذا، فشيء طبيعي يعني. وهو يعني تعلمه شلون يصيد النمر والأسد والشبل، وهذول الأمهاتهم أو أبوهم يعلمهم شلون يصيدون، وبعدين يكبرون خلاص كل واحد يتوزع، كل واحد يروح لحال سبيله، ما في أحد يقعد على طول في الـ مع، ما في، لازم يروح، لازم يطلع يكون أسرة الجديدة. مثال من أبرز الأمثلة على طاعة الأبناء، لأن الأبناء يعني كافينا الشر إلا من هدى الله، إلا من رحم الله، تلقاه ما بيقول عاقل أبوه، مقصر مع أمه وأبوه، مقصر مع أمه، تنادي ما يرد عليك، يسفه كلامك، يمكن تلقاه يعني يسوي بلاوي سودة بالحارة في المنطقة، في يعني أشياء يعني يعف عنها اللسان، علشان نعرف الناس الصالحين شلون كانوا يربون عيالهم. لا شك، ومن أبرز الأمثلة اللي موجود في القرآن الكريم، يعني ما راح أجيب لكم منه شيء ثاني، ما عندنا أغلى من القرآن الكريم عشان نعطي أمثلة ونستفيد من قصصه ووعيده ونذيره وبشرى للمؤمنين، ما في أحسن من القرآن الكريم. وإذا ما لقيت القرآن الكريم الحديث الشريف، غيره لا تدور. بعض الناس قصص ما قصص روايات، خلها هذه لها وقتها الخاص، لكن في القرآن من أبرز الأمثلة وأعظمها قصة إبراهيم عليه السلام خليل الله وابنه إسماعيل، عندما قال له إني أرى في المنام أني أقتلك أو أذبحك، يعني إنه يعني إني يعني أنا شفت في المنام إني، على طول ما ناقشه، ما قال لا أنا ولدك الوحيد. أنا في ذاك الوقت إذا ما أنا غلطان كان هو الولد الوحيد عند إبراهيم عليه السلام، فلا شك إن اختبار عظيم وتجربة شاقة لأي أب فينا. فالولد على طول، لأنه صح، لأنه متربي صح، لأنه شاف أبوه قدوته شنو يسوي وشلون كان يدعو الناس، شلون كان ومعاملته مع الناس ونصحه لهم ودينه وأدبه معهم وأخلاقه العالية. قال يا أبي تفعل ما تؤمر، على طول قال سوي اللي الله أمرك فيه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أنا راح أصبر على أهل، وخلاص وحطه وتله الجبين، خلاص يعني استعد لقتله بالسكين لنحره، ما عنده يعني نتردد ولا خاف ولا قال ليش يا رب، لا لا لا، هذا حنا اللي نقولها مو إبراهيم عليه السلام، حنا اللي نناقش ونقول لا ليش الحكم كذا، ليش الآية كذا، ليش لكن الأنبياء ما، ففديناه بذبح عظيم، قلنا يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، يعني حنا اختبرناك، لذلك حنا نضحي دائما في عيد الأضحى ونتذكر قصة إسماعيل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام. لا شك أنها موعظة وعظة وأشياء، القرآن الكريم منه استفادات عظيمة كبيرة جليلة، ليس القرآن الكريم كله وعيد ونذير وجنة ونار ونصايح وحكم وذكر بعض الناس الصالحين في الأزمنة السابقة مثل الخضر ومثل لقمان الحكيم وغيرهم وغيرهم، لا،
في قصص لازم نتعظ منها، مثل كذلك في قصص في الأحاديث النبوية الشريفة، في قصص، قصص بني إسرائيل، قصص الثلاثة الذين أغلق عليهم الكهف، قصة البغي اللي أسقط الكلب ودخلت الجنة، قصة الحرامي اللي أسقى الكلب وأدخله الله الجنة، قصص كثيرة كثيرة وعديدة. لكن وين اللي يقرأ؟ وين اللي يفتح القرآن؟ وين اللي يفتح الأحاديث يقرأها؟ الله المستعان. آسف على الإطالة، وجزاكم الله خير ومشكورين ويعطيكم العافية.